حسن مشاهدينا، كانت قناة الشرق حاضرة يمكن من بداية المشكلة، وكانت تتابع لحظة بلحظة مع الأهالي وأهالينا المتضررين هناك. بالأمس حزب المحافظين في القاهرة نظم مؤتمر للمستثمرين والمزارعين المتضررين، والحقيقة ده كان لفتة ظريفة جدا من الحزب. طبعا هم قعدوا مع أصحاب المشكلة اللي هم مشروع غرد القطنية، وبدأ عدد كبير من المتضررين يعرضوا المشكلة من بدايتها، وشرح أغلبهم مقدار الاستثمارات اللي ضخها في هذه الأراضي. يمكن أقل واحد من هؤلاء المستثمرين كان بيزرع قرابة 15 فدان، لكم أن تتخيلوا حجم الخسارة ليهم. طبعا حفر المستثمرين أيضا أبار، كانت تكلفة البئر الواحد بتوصل لمليون جنيه وأكتر. كان كمان في مزارع سمكية في هذه الأراضي كبير، وكان معدل الإنتاج بتاعها عالي جدا، بيوصل ل 40 ألف سمكة مع كل دورة سمكية. لكن للأسف كل ده، هذه المزارع تم وقفها من قبل مشروع مستقبل مصر. إذن هنا المشكلة، مشروع مستقبل مصر اللي هو أصلا مشروع زراعي تابع للدولة، وهنا كانت نقطة المشكلة الأساسية. لما دخل مشروع مستقبل مصر بالقرب من أراضي غرد القطنية توقف المشاريع، وتم منع دخول أصلا الأهالي والمزارعين والمستثمرين لأراضيهم. هو كده يعني عافية. طلب مشروع مستقبل مصر مستثمرين غرد القطنية، قالوا لهم إيه بقى؟ إذا عندكم رغبة في استكمال مشاريعكم، عليكم أن أنتوا يعني أمرين لا ثالث لهم، إما إيجار أراضيكم مرة تانية يعني تأجروا الأرض، أو التعامل معها كحق انتفاع. وده طبعا اللي رفضوا المواطنين المستثمرين في هذه الأراضي، وقالوا لا دي أراضينا ومش هنتنازل عنها. هذا الخلاف من المفترض أن يكون هناك جهة ثالثة يعني تفصل في الأمر، وده اللي احنا بنقوله. يعني لما المواطن النهاردة في مثل هذه الأمور يكون مستثمر أعطى كل هذا العطاء، هو صاحب حق حقيقي، يمنع من دخول أرضه. الأرض دلوقتي كمان بتتعرض للبوار زي ما قلنا، مشكلة حقيقية في كل العطاء اللي هم قدموه، وكل إنتاجهم تقريبا يعني يكاد يكون إن هو خلاص واصل لمرحلة صعبة جدا، وده اللي صعبان على كل من أعطى في هذه الأرض. خلينا نشوف ونتابع بعض من لقاءات المستثمرين المتضررين في لقاء أمس بحزب المحافظين، ثم نعود لحضراتكم. مشكلة مواطنين مصريين أصيلة، ناس مزارعين. إحنا عبارة عن مين؟ إحنا عبارة معانا مزارعين، ياريت تصوروهم، مزارعين عاديين جدا جدا، فلاحين عايشين في الأرض، ومعانا مستشارين، ومعانا مهندسين، ومعانا دكاترة، ومعانا مدرسين، ومعانا كل طوائف الشعب المصري بالكامل. تما ما في حد فينا إلا لو اتكلمت معه إلا هتلاقيه هو مواطن مصري أصيل. إحنا مشكلتنا إن إحنا محتاجين إن مستقبل مصر ما يتعرضش لينا في أرضنا. أرضنا دي ملكنا من 2015، في ناس عندنا من 2015 لغاية النهاردة إحنا متواجدين في الأرض دي. إحنا زرعناها وشقينا فيها وتعبنا فيها، ووصلوا للريس إن إحنا ملناش تواجد في الأرض. أنا من هنا بقول له يا سيادة الريس، قالوا لك الأرض دي ما عليهاش ناس، والأرض دي فيها 2000 أسرة، 2000 مواطن صاحب الأرض، كل واحد بيرعى أسرة. يعني عند حضرتك في مش أقل من مليون واحد بيعيش على الأرض ديت. قالوا لحضرتك الأرض فاضية، لأ سيادتك تعالى وشوف أرض الغرد القطنية، هتلاقي فيها مزارع سمكية اتدمرت. وأنا أشهد بكده، ربي يشهد، إني قلت للعقيد السنبيسي اللي عقيد بهاء الغنام، إحنا عندنا أرض فيها مزرعة سمكية بتنتج في كل دورة 40,000 سمكة. ويا فندم أنا قلت له الكلام ده كان يوم سبت، يوم الاثنين كانت المزرعة دي متدمرة، وانبهر لما قلت وريته صورها، وقلت له قال المزرعة دي في غرض القطنية، قلت له صور المزرعة دي من أرض الواقع يا فندم. إحنا في عندنا مزرعة سمكية بتنتج 40,000 سمكة في كل دورة، كل 40 يوم. انبهر. يوم السبت احنا كنا معاه، يوم الاثنين كانت المزرعه دي متدمره والاسماك متنفوره حوالين الاحواض. قالوا لسيادتك ان الناس ديت ما زرعتش، لا احنا زارعين يا فندم 37,000 فدان في مساحه كبيره، منها جدا مزروعه تين شوكي، ومزروعه زيتون، واغلبها مزروعه زيتون ومزروعه رمان، وفي ناس زرعت شعير ونجحت نجاح مبهر.
لدرجه ان العقيد السنبيسي العقيد بهاء الغنام لما شاف الزرع بتاع الشعير انبهر، قال ده موجود في ارض القطنيه، وبص للعقيد السنبيسي بصه معناها انت ليه سايب الناس دي؟ انا فهمتها، انا المواطنه العاديه انا فهمتها، انت ليه سايب الناس دي بتعمر؟ واضح جدا ان هم مش عايزين تعمير. مشكله مواطنين مصريين اصيله، ناس مزارعين، احنا عباره عن مين؟ احنا عباره معانا مزارعين، يا ريت تصوروهم، مزارعين عاديين جدا جدا، فلاحين عايشين. استاذ عمرو الشريف الامين المساعد لحزب المحافظين قال ان الدوله بتشجع على الاستثمار الزراعي رغم تكلفته العاليه ورغم تكلفته الصعبه، وان المكافحين فقط من يدخلوا في مجال الاستثمار الزراعي. وضح واكد وقال ان لابد يكون القطاع الخاص والمزارعين وصغار المستثمرين يكون لهم اولويه في الاراضي الزراعيه. طبعا ده كله كلام سليم جدا جدا وتحرك جيد من حزب المحافظين تجاه المشكله. طبعا احنا مع اهالينا النهارده عايزين نسمع كمان من حضراتكم تضامنكم ازاي تتضامنوا مع هذه المشكله. اكيد معانا استبياننا اليوم واللي بيقول كيف يتم حل مشكله اراضي غرد القطنيه؟ هل دعم المشاريع التي أقامها صغار المستثمرين بالمكان، أم فتح باب التقنين والتمليك لهم، أم تعويض المستثمرين بشكل عادي؟